سؤالان مشتبهان، يقول أو متشابهان: إذا اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة، هل يكتفي المرء بغسل واحد وهو غسل الجنابة أم يغتسل غسلين؟ ثم قال مع ذكر الدليل، وقال: وإذا اجتمع للمرأة حيض وجنابة فهل تغتسل غسلين أم تكتفي بغسل واحد للحيض أم للجنابة؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة الغسل للجمعة والغسل للجنابة، فإذا اغتسل الإنسان ناويا رفع حدث الجنابة وناويا كذلك غسل الجمعة تحته، فإنه يجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة، وهذه مسألة من مسائل الاندراج. والعلماء رحمهم الله يقولون: تندرج العبادتين وتندرج العبادتان بعضهما تحت البعض إذا تحقق مقصود الشرع. فمقصود الشرع من غسل الجمعة حصول النظافة للبدن، كما ثبت في حديث عائشة عند الترمذي. فلما كان المقصود طهارة البدن وهذا يتحقق بغسل الجنابة، أمكن أن يدرجه تحت غسل الجنابة. وكذلك أيضا في طواف الإفاضة والوداع، فإن مقصود الشرع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت طوافا، فلما كان مقصود الشرع يتحقق بالإفاضة، فإنه إذا طاف الإفاضة ناويا بها اندراج طواف الوداع اندرج الأصغر تحت الأكبر. وهذا منصوص عليه في مسائل الاندراج، إذا كان مقصود الشرع يتحقق بحصول أحدهما حصل الاندراج. ومثل ذلك أيضا لو دخلت المسجد نويت رغيبة الفجر وتحية المسجد اندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر، لأن المقصود ألا تجلس حتى تصلي، وهذا يتحقق برغيبة الفجر فاندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر. وأما مسألة الجنابة والحيض، فإن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الجنابة إنه لا يندرج غسل الجنابة تحت الحيض، وبعضهم يرى أنه يندرج، والأحوط للإنسان أن يغتسل للجنابة ويغتسل للحيض لمكان العبادة المنفكة، فهذا من أجل الحيض وهذا من أجل الجنابة. ومن يقول بالاندراج يقول إن الحيض المقصود منه، إن الحيض يقصد منه الطهارة، أي أن غسله يقصد منه الطهارة فيندرج تحت الجنابة، ولكن يشكل على ذلك أنه ترتبط به بعض العبادات تتوقف عليه بعض الأحكام الشرعية، كما في الجماع، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإنه نهى عن الوطئ عند انقطاع الدم، وأمر المكلف أن يمتنع من الوطئ حتى تغتسل المرأة، بدليل قوله: حتى يطهرن، ثم قال: فإذا تطهرن، فنسب الطهارة إلى المرأة، فدل على أنه لا يكون الوقاع إلا بعد حصول هذا الغسل. وهو على هذا الوجه أبعد عن التعليل وأقرب إلى التعبد، والله تعالى أعلم.